هل حققت ثورة سبتمبر العبارة القائلة تقوم الثورة عندما يصبح تغيير النظام غير ممكن؟ كيف قوض الجمهوريون استبدادا بدائيا حكم اليمن بثالوث القمع بثالوث الفقر والجوع والمرض؟ وهل تمثل ميليشيا الحوثي اللافتة الإمامية الجديدة؟ أهلا بكم. في مثل هذه الليلة عام 1962 كانت صنعاء واليمن بشكل عام على موعد مع الأفق المبين الذي غسل وجه الأرض اليمنية حد تعبير الفضول. ليلة ليست ككل الليالي، إنها الليلة التي أعلن الشعب فيها مقاومة محو اليمن أرضا وإنسانا، المحو الذي كان يذروه الاستبداد في ذاكرة الشعب. 26 سبتمبر، كلمة الحرية، ضمير الهوية وقيم الإنسانية، يوم أن استيقظ الناس على البيان الذي مطلعه بسم الله ثم بسم الشعب، في انتظار الصباح الذي تحولت فيه ترويسة الصحيفة من جلالة الإمام إلى جلالة الشعب. الشعب كمفردة ساحرة اقترنت بشكل النظام السياسي الجديد. لم تكن ليلة 26 سبتمبر وليدة لحظتها، لكنها كانت نتيجة لتراكمات المخاضات الوطنية التي تبلورت في الثلاثينات وعبرت عن وجودها السياسي والفكري في 17 فبراير عام 1948 عام الثورة الدستورية. قرعي بيستعوا على أنفسكم، ما بالليت ولاني واحد من على البيت يا خبير سعي على شرفك، دخل دول البلاد في 60 دقيقة، عند دول الله يحقك. قال كلمته ومضى. محمد العليبي أيقونة سبتمبرية جديدة رغم القسوة التي مورست ضده، لكنها لم تسكته فأطلق زفرة غضبه ودفع حياته ثمنا لذلك. محمد العليبي حفيد ثوار سبتمبر الخالدين، تحدث بقهر المظلومين عن بلاد ذهبت مع ريح الانقلاب. قال لك ان احنا صامدين واحنا قد انتصرنا وكملنا. ايش من انتصار؟ لا عد دولة، لا عد مؤسسات، لا عد وزارات، لا عد مصانع، لا عد مزارع، لا عد تدريس، لا عد مياه، لا عد كهرباء، لا عد رواتب، لا عد جن، لا عد عفاريت. اشعد باقي اين هو الانتصار الذي عد تغنى به؟ وين هو الانتصار؟ نوع عبد الملك العودي بخيره، هو هذا قصتكم الانتصار صح؟ انتو حسكم انت سلامة عبد الملك العودي والشعب هذا يروح في 60 دقيقة. زفرة الغضب التي أطلقها العليبي هي ذاتها غضبة الثلاية والزبير وعبد المغني في وجه الاستبداد البدائي وضد جميع أدوات القهر الإمامية التي سعت وتسعى لإركاع الناس وإذلال الشعب. استعوا على أنفسكم، استهنتوا بنا، استهنتوا بالناس، الناس بيموتوا، الناس أمراض، الناس بيموتوا جوع، وهم في ديدن كأنهم ما فعلوا شيء بالبلد هذا، وكأنهم ما سووا ولا شيء، وكأنهم عادوا بيفتخروا. أش بتفتخر بصفحة العار؟ 1962 لابد ما يعود. قرأ العليبي بيان اللحظة وغضبها ضد ظلم الميليشيات الإمامية كما قرأها الأحرار من قبله. من أجلنا والآونة التي طالما ناضلتم من أجل. لم ينتهي الكفاح ولم يخبو وهاج الثورة. ثورة 26 سبتمبر المجيد واحدة من أعظم الثورات اليمنية التي انتفض فيها اليمنيون ضد أكثر الأنظمة فساداً وشمولية. الإمامة التي حملت مهمة حجب الضوء عن البلد عبر أدواتها الجهل والفقر والمرض. لم ينتهي خطر الإمامة ذلك، فقد عاد اليوم عبر ذات الأدوات الأكثر بطشاً. إن مبدأ الولاية هو مبدأ من أهم المبادئ في الإسلام. عادت لفرز الناس والمجتمع على أساس عرقي. في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء. يعيش اليمنيون اليوم الذكرى 56 مخاض ثورتهم السبتمبرية، وهم يخوضون حرب الخلاص ضد الميليشيا ذاتها. وكما توجت سبتمبر برحيل طغاة الإمامة، يأمل اليمنيون أن تتوج معركتهم برحيل الميليشيا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي بها في الاستوديو، الأستاذ عتق جار الله الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ عتق. وكذا أهلا بك أستاذ محمد عبد المغني الصحفي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، نرحب أيضا بسبتمبر بذكرى الثورة، ثورة 26 سبتمبر كانت قبل
56 سنة ليلة هذه الثورة. أستاذ عاتق، ما الذي كان يفكر فيه الثوار في هذه الليلة قبل 56 عاما؟ في الحقيقة بداية أقول لك أستاذ وجيه مساء الخير. أهلا وسهلا. ومساء سبتمبري لجميع اليمنيين في كل مكان. حقيقة ازدادت قناعتي بقدسية هذا اليوم، وأنا أخرج في هذه اللحظات من بيتي فأتفاجأ باليمنيين يخرجوا بعوائلهم هنا في اسطنبول في مجمع معين ويوقدوا الشعلة بما يستطيعوا عوائلهم أطفالهم. وسألت الطفل، قلت له ما هذا اللي بيده؟ فقال لي هذا علم الجمهورية، هذا علم سبتمبر، هذا. فشعرت أن اليمنيين التصقوا بشكل كبير بهذا التاريخ وهذا اليوم حقيقة. جميل. أما فيما يتعلق بالسؤال، حقيقة أنا لا، عندما قرأت عن تاريخ اليمن وعن فرحة اليمنيين عندما أذيع أو أعلن عن النظام الجمهوري وطي صفحة النظام الملكي، تذكرت برضو عندما قرأت عن فرحة الألمان عندما انهار سد أو جدار برلين ثم ماتوا على صور بعضهم لم ينتظر حتى يفتح له بشكل سلس، فطمروا وماتوا وتزاحموا فرحا بتوحيد بلدهم ومدينتهم. كذلك تذكرت أيضا عندما فرح الأتراك عندما أذن لهم برفع الأذان بالعربية، يقال أن الشارع التركي سجد وخاصة المتدينين منهم، وبعضهم بكى وبعضهم. فأنا أعتقد أنه هذا اليوم بالنسبة لنا كيمنيين، سواء الثوار الذي قاموا بتلك الثورة أو نحن الذين نستدرجها اليوم، نعتبره الميلاد الأكبر لليمنيين، الميلاد الحقيقي، يوم الانعتاق، يوم خروجنا ودخولنا إلى خروجنا من الظلام ودخولنا في 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 يعني باحة الحرية والتقدم إن شاء الله. طيب محمد، بالنسبة لك ما الذي يمثله هذا اليوم؟ وأنت تقرأ يعني على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل اليمنيين هذه الأيام مع ذكرى هذا اليوم بالمقارنة بما يعيشونه على الأرض من أحداث ومأساة. بداية أهلا وسهلا بك وجي وبجميع ضيوفك. في البداية لم تكن ثورة 26 من سبتمبر أو تاريخ ثورة 26 من سبتمبر مجرد يوما عابرا في حياة اليمنيين، ولم يكن مجرد فعلا اعتياديا، بل مثل بوابة العبور الزماني من حالة الاستبداد والظلم والقهر الاجتماعي إلى عتبات العصر الحديث إن صح التعبير. طبعا اليمنيين بجميع مشاربهم، بجميع أفكارهم السياسية، بجميع توجهاتهم، ينظرون إلى هذا اليوم بأنه يوم الثورة الأم الذي أعاد بعث روح الحياة والروح للجسد اليمني الذي ظل متهالك في عصر الإمامة، وعاد بقرون كثيرة إلى ما قبل القرون الوسطى. طبعا ثورة 26 من سبتمبر تمثل منعطف تاريخي لجميع اليمنيين، لم تكن ثورة خاصة بفئة أو بجماعة أو بمجموعة معينة، بل كانت ثورة شعب أراد الانعتاق من حياة القهر والظلم إلى حياة الرخاء والديمقراطية وتذويب الفوارق بين الطبقات، وكثير من المطالب الجماهيرية التي كان يريدها الشعب والذي ما زال إلى الآن يحلم من أجل إعادتها. طيب، وأنت أشرت إلى بعض النقاط في سياق ما الذي دفع الناس أستاذ عاتق نحو هذه الثورة في تلك اللحظة التاريخية؟ ما كانت الأسباب السياسية الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره؟ جميل، سؤال مهم. وأنا أعتقد أنه أي شعب يضطر إلى الخروج إلى ثورات هو شعب وصل إلى قناعة بأن التغيير بالوسائل السلمية غير ممكن. وأنت بدأت بها بداية تقريرك، أول كلمة كانت أنه بعد أن يائس اليمنيين من التغيير السلمي. وأنا أعتقد أنه عامل مشترك بالنسبة لصراع اليمنيين مع هذه السلالة الإمامية التي هي اليوم تتمثل في الحوثيين، هو صراع مسلح. لماذا؟ يطرح سؤال هنا مهم. لماذا؟ لأنه جماعة الحوثي أو جماعة الإمامية لا تؤمن بالتدافع السياسي، بل ترى أنه محرقة لها إذا دخلت في حقل التدافع السياسي والديمقراطي،
لأن فكرتها أصلاً نعم لأن فكرتها أصلاً تتناقض مع هذا المخرجات و و و و و وفكرتها أيضاً لا تقبل طوعاً، لا يقبلها المواطنين في أي بلد كان في العالم، إنه أحد يقبل أحد يأتي ويقول أنا سيد عليك وهذا في كلام رب العالمين أو كلام فلان الفلاني، فهذا يعني كلام غير مرفوض أعتقد. وبالتالي أعتقد إنه ما دفع الناس هي ثلاثة أشياء: أولا التحرر، ثانيا العدالة، ثالثا الوحدة. لذلك نجد أن الثلاث المسارات أو الثلاثة المطالب جمعت بين الثورات اليمنية كافة. أي ثورة أو حركة جاءت تطالب بجزئين منها فأعرف أنها ليست متسقة مع توجهات الشعب، وإنما قد تكون لها مطلب نخبوي أو لها امتداد خارجي. مثلا المجلس الانتقالي الآن في عدن قد يطالب بعدالة، وقد يطالب يقول أنه يطالب بتحرر، ولكن عامل الوحدة اليمنية الروح اليمنية غاب، وبالتالي هذا المعيار حصل فيه اختلال. أنا أتوقع أنه كل الثورات اليمنية كلها يعني على امتداد التاريخ قامت على هذا الأساس: التحرر للوصول للحرية، العدالة للوصول إلى المساواة ثم البناء، والوحدة للوصول إلى الكيان اليمني الجامع. طيب في هذا السياق أستاذ محمد، عندما نقارن الوضع بما يحدث الآن بالنسبة لليمنيين، هل لا زالت نفس هذه المطالب موجودة؟ هل ما يقوم به يعني ما تقوم به ميليشيات الحوثي وبأفكارها يتشابه فعلا وقولا وممارسة مع ما كانت تقوم به الإمامة في ذلك الوقت؟ بالضبط، سؤال مهم جدا. طبعا احنا اذا ما عدنا الى التاريخ سنجد ان او اذا ما تحدثنا عن بداية تاريخ ثورة 26 سبتمبر سنجد انها قامت من اجل ثلاث ضروريات مهمة. الاولها الضرورة السياسية، وهي التخلص من نظام بيروقراطي كان يجد يعني يضع نفسه حقا إلهي في حكم البلاد لا يمتلكه أي إنسان. الضرورة الأخرى وهي الضرورة الاقتصادية، حيث وصل الناس إلى أسفل المعاناة الاقتصادية والجوع والفقر والمرض وغيرها. والضرورة الثالثة وهي الضرورة الاجتماعية، حيث تم يعني اجتثاث الروح الوطنية وانتزاع الذات اليمنية عند كل فرد، وأصبحت بتلك اللحظة الضرورة ملحة لقيام الثورة. هذه الثلاثيات تعود الآن مجددا لنسميها يعني بعث التاريخ على أيدي جماعة الحوثي. نحن نقول اليوم أن جماعة الحوثي خرجت وكان لديها مشروع من أجل إسقاط الدولة، قاد كل القيم التي قاتل من أجلها اليمنيين، أوصلوا البلاد إلى 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 مربع ثقيل جدا، أيضا لم يستطيعوا يعني أن يلبوا أبسط احتياجات المجتمع. المجتمع يلفظهم بكل أطيافها السياسية، يعني هنالك عودة إلى ما قبل القرون الوسطى. نجد الآن أن جماعة الحوثي أيضا جعلت من البلاد مجرد مكان للاقتتال والحرب الأهلية. أصبحت ثقافة العنف وثقافة السلاح هي الطاغية. هناك استحضار من جميع فصائل المجتمع لثورة سبتمبر باعتبارها الروح التي تحيي بهم عودة النظام الذي يجمع اليمنيين والنظام الذي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها من المطالب التي خرج من أجلها اليمنيون. طيب دعونا نشرك معنا ضيفي الكريمين، وزير الثقافة السابق الأستاذ خالد أرويشان الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أرحب بك معالي الوزير. إذا نحن في ليلة 26 من سبتمبر، ما الذي تمثله هذه الليلة بالنسبة لليمنيين في الماضي وكذلك في المستقبل؟ أهلا بك وبطاقم قناة بلقيس. أهلا وسهلا. في هذه اللحظة ربما لا يعرف كثيرون أن البلاد كلها تشتعل احتفالا بثورة 26 سبتمبر. الناس البسطاء، يعني هذا العيد أو هذه الذكرى هي ذكرى في كل قلب يمني. أنا لم أشعر ربما خلال سنوات طويلة باحتفال الناس الصادق كما هو الليلة في كل قرية، في كل شارع، في كل بيت. الملايين من اليمنيين أصبحوا
أحفادا لعلي عبد المغني. يعني حتى في قرية علي عبد المغني أشعلوا جبل الحبالي وهم طلع على قرية علي عبد المغني وكتبوا ببنت بالضوء 26 سبتمبر. في الواقع أنه ربما يشعر المرء أن هذه الثورة وئدت أو أنها ضربت، ولكن هي موجودة الآن في صدور اليمنيين كما لم يحدث من قبل. ربما أن الأنظمة السابقة كانت تحتفل بالثورة باعتبار يعني بالذكرى، ربما خصوصا خلال العقود الثلاثة الأخيرة يعني بالجمهورية والثورة باعتبارها كأنها ملكية خاصة. لكن الآن أشعر أن كل يمني اكتشف أهمية ثورة 26 سبتمبر وأنها هي المرجعية التاريخية الوحيدة لليمنيين. لم تعرف اليمن حكاما لم يولغوا في دماء اليمنيين سوى بعد ثورة 26 سبتمبر، الفلال أو القاضي عبد الرحمن الرياني أو إبراهيم الحمدي في الواقع. هنا يشعر المرء أن الجمهورية، وهي كلمة مهمة جدا هذه الكلمة، الناس تتساهل تظن أن قيام الجمهورية في اليمن أن هذه كانت مهمة سهلة. لم يكن سهلا أبدا، انقسم العالم حول هذه الجمهورية وهناك حرب دارت طويلة، وحاول العالم أن ينتشل اليمنيين من أمراضهم ومن جوعهم ومن ظلم الإمامة. يعني القرى كانت تستقبل الذين يحملون التلقيح للأطفال والأمراض، وكانوا يسافرون ويدخلون القرى والمدن كي يحاولوا أن ينتشلوا هذه البلاد. ثانيا، أنه ربما يشعر المرء الآن أن ما حدث هو يعني كان فاجعة وكان كارثة خلال الأربع سنوات، وهو عودة الإمامة. قد يشعر المرء أن الجمهورية وئدت، لكن الفضيلة الكبيرة لهذا الذي حدث وهي الفضيلة الوحيدة أنها أبانت للشعب ولأبناء اليمن أهمية ثورة 26 سبتمبر. ربما لم يحدث هذا التنوير وهذا الوعي ربما منذ عشرات السنين، منذ 56 سنة في الواقع، كما حدث خلال الأربع سنوات الماضية. الأعجب والأغرب أن النخب اليمنية بشكل عام وكأنها غير معنية بمسار شعب وحياة شعب. الوعي لدى الشعب لدى العامة أكثر من وجوده لدى النخب أو بعضها على الأقل، أو بعض هذه النخب في الواقع. طيب هذا أستاذ خالد، يعني لو تأملت أنت لو تأملت الانقسامات الآن مثلا بين تيار ضد الإمامة، مثلا تيار ضخم وكبير جدا تشكيله من ملايين اليمنيين في الواقع، لكن النخب التي تقود هذا التيار بطرائقها المتنوعة وحزبياتها المتنوعة أو تياراتها في الواقع، تياراتها يعني بعضها ليس حزبا. يعني تخيل أن هذا أنهم ينقسمون على بعض، الجمهوريون أو السبتمبريون ينقسمون على بعض في الخارج وينقسمون على بعض في الداخل بلا أسباب موضوعية، ويرهنوا هذا البلد وبما فيه ومن فيه للإرادة الخارجية بشكل بشع وبشكل بدائي دون معرفة أسباب وجيهة لهذا الذي يحدث. تخيل أن ردة الفعل الهائلة على الإمامة شعبيا كبيرة جدا، ولكنها لم تجد المتنفس الحقيقي لمسارها وجريانها واشتعالها ووصولها إلى النهايات المبتغاة لهكذا شعور لدى كل يمني في هذه اللحظة. للأسف النخب الخاصة، كل إنسان يعتقد نفسه زعيما بطريقة ما سواء كان في الخارج أم في الداخل، وللأسف هذا يفيد الإمامة. لو عرفت أن الإمام الهادي الوهابي عندما دخل صنعاء دخلها في 288 للهجرة، دخلها بخيانة واحد من زعماء كان عامل على صنعاء في الواقع أبو العكاية، وأنا مذهول يعني أن القصة تكررت بحذافيرها في 2014. طيب، وهذا أستاذ خالد يدفعنا للتساؤل حول مسألة مهمة، لماذا لم تقف الجمهورية على قدميها بعد الثورة؟ لماذا نشهد الآن ونحن في العام 2018 هذه الحرب الداخلية والخارجية عليها أيضا؟ يعني أنا قلت أن الخيانات وأن اختلافات النخب التي حتى وهي تدعي أنها مع الشعب وأنها ضد الإمامة تجد أنها انقسمت على نفسها وأنها خانت. لا شك أن من
أن ما وصلنا إليه اليوم كان بفعل الخيانة وليس بتقبل الشعب بالإمامة ولا حتى بقوة الإمامة والإماميين. الواقع لولا أنا ربما جيلنا ربما أن جيلنا وهو جيل الشباب أمامك وأنا أحييهم على النساء يعني رأوا كل شيء عيانا وبيانا ولحظة بلحظة على الأقل منذ 10 سنوات على الأقل 8 سنوات بالصوت والصورة رأينا سقوط المجوي بكل شيء في اليمن والخيانة العظمى من 26 سبتمبر وما تمثله التي جعلت من الناس البسطاء رؤساء ووزراء وسفراء وأدخلت المرأة في جامعة صنعاء عام 1970 جامعة مختلطة مثلا في 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 تيار كبير جدا تيار مدني مشى خطوات كان البلد مغلقا تماما يعني تخيل أنه لم تكن هناك مدرسة واحدة يعني قبل الثورة سواء مدرسة المدرسة هنا في صنعاء مدرسة المعلمين أو مدرسة المدرسة العلمية غير ذلك لا طرق ولا مستشفيات ولا أي شيء. طبعا نتكلم عن 56 سنة نصفها ضاع هباء في لأسباب خاصة وبالتالي الخيانة هي السبب يا أستاذ وزير الخيانة هي السبب وهي من أدخلت الهادي في يوم لم يقاتل الهادي حتى يدخل صنعاء مثلا عندما دخل صنعاء في 288 من الهجرة كان بخيانة العامل أبو العطاء هي الذي ذهب إليه لكي يقاتله في همدان تخيل وإذا به يحرضه على دخول صنعاء واقتحامها نفس القصة التي حدثت في عمران وحدثت في همدان وحدثت في بني حشيش لو تعرف ماذا حدث بالتفاصيل ستذهل ولا يمكن لأحد أن يحتفل بهذه الليلة وهو من خان ولا يجوز ولا يليق كيف له أن يحتفل يعني حلق الأوراق بهذه الطريقة أيضا ولكن الحمد لله الشعب يفهم ويعي تماما من وقف مع الثورة من وقف مع 26 وهذه النقطة أستاذ خالد ومن حافظ عليها ومن كان يعني هذه النقطة أستاذ خالد أريد أن أسألك عليها برأيك يعني كسؤال أخير برأيك هل وعى الناس وعت النخب أيضا هذا الدرس الذي حدث بتكرار التجربة التي كانت قبل ثورة 26 من سبتمبر في هذه الأيام أم أن هناك بعض النقاط التي لم تتضح بعد إلى الآن؟ بشكل عام كما قلت لك هناك وعي عام لم يحدث في تاريخ اليمن المعاصر والحديث كما هو الوعي اليوم بخطورة الإمامة والإمامية لا شك أن هناك وعي حتى لدى العامة ولدى العمال ولدى الموظفين العاديين والطلبة والتلاميذ حتى الأطفال لكن النخبة الخائبة في جزء منها حتى لا أظلم كثيرين في الواقع لكن أتأمل الفيسبوك مثلا أتأمل الإنترنت بشكل عام يعني وخاصة الناشطين الكثيرين يعني ستجد ثلة موجودة تقسم وتقسم البلد تقسم بمشاعرها وتقسم برؤاها وأظن أنا أنها مثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا عن 26 سبتمبر ولا يمكن أن ينتصروا سواء كانوا في الداخل أم في الخارج الذين يفرقون اليمنيين ويقسمونهم ويقسمونهم مناطقا أو مثلا مذاهبا أو أحزابا حتى دون الرجوع إلى مرجعية هل أنت مع الإمامة أم ضدها هل أنت مع ثورة 26 سبتمبر وما تمثله من جمهورية ومن بداية قوية جدا مهناد كبير جدا لتغيير كبير لم تكن هناك واحدة في 26 سبتمبر ولا 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 كان يمكن أن تقوم هناك تعبدية في 26 سبتمبر ولا تنمية ولا حتى العلاقة بالمرأة وتكتمها أو بحقوقها أو بالمساواة بين الناس أو هذه بداية قوية ومرجعية قوية كسرها كسر هذا المرجعية بهذه الطريقة والتمثيل اليمنيون تاريخيا يمثلون لا أعرف هذه النقطة نفسية يمثلون حتى وهم يجاهرون بالعداء لطرف الإمامة مثلا ولكنهم يذهبون أيضا بسبب الصراع السياسي فيما بينهم لمحاباة هذه الإمامة والتي تجعل من هذه المناسبة فرصة للفوز والنجاح والاقتحام وللأسف يعني لم يتعلم اليمنيون هذه النقطة ولعل هذه المأساة التي نعيشها الآن في اليمن تحديدا بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة المميتة أنا لا أعرف كيف يمكن أن يعيش هذا الشعب وسط هذا الموت في كل لحظة يعني هناك موت حقيقي في البيوت وفي الأعصاب وفي الشارع وفي كل يعني هنا معاناة مميتة تميت أي انقلاب هؤلاء الانقلابيون لا يخجلون ولا يفتحون يعني لا مرتبات ولا أمن ولا بلد موحد
ولا اعتراف دولي ولا اقليمي ولا حتى اعتراف الداخل، ولا هم ايضا استطاعوا ان يدافعوا عن اليمن عسكريا مثلا وينتصروا، او انهم مثلا يقدموا مبادره وينسحبوا، ولا هم اقنعوا دوله واحده بهذا. يعني هذا انكتاب لا مثيل له. ولذلك هو في الواقع ان فرصه سبتمبر موجوده هي. هذا عارض وعابر. ما يحدث في اليمن الان لا يمكن ان يستمر ابدا. بطبيعته هو ميت من لحظته الاولى، لانه لا يمتلك مقومات الحياه بكل بساطه. يقول ذلك ونحن هنا نموت في كل لحظه وفي كل دقيقه. البلد كلها الواقع اعصابها منفلته، والنعم كان في حادثه اليوم في غزة بشعه جدا، لا اريد حتى ان اذكرها في الواقع. يعني واحد قتل اولاده الثلاثه. يعني هناك اليمن تحترق وانسانها يحترق، وهؤلاء لا يهتمون ولا هم ايضا مبالين بأي إذن حدث أو أي كارثة تحدث للبلد. وما يمكن إذن تعويل عليه هو وعي الناس بهذه بأهمية هذه الثورة. إذن أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير الثقافة السابق أستاذ خالد الرويشان، كنت معنا على الهاتف من صنعاء. أستاذ عاتق، يعني أشرنا في حديثنا مع الوزير الرويشان حول نقطة مهمة، كيف هي التفسير؟ يعني هل استوعب الناس إلى الآن ما حدث؟ هل ممارسات، يعني الاستيعاب إذا كان موجودا، هل ينعكس على الممارسات، خاصة نتحدث أمام أو عند صناع القرار، عند النخب بالتحديد؟ جميل. أنا أتوقع أو سأدخل في إجابتي من جملة سردها الأستاذ خالد، وأنا سعيد جدا بأن نكون معه وهو ثائر ملهم للشباب. هو قال أن 2011 هي عبارة عن إعادة لفيلم ما حصل للثورة في 1962، من حيث الأداء، من حيث الهدف، ومن حيث الخيانات اللي حصلت. فأبو العتاهية اليوم هو محمد ناصر أحمد وعلي عبد الله صالح، فكانوا يمثلوه في أجلى يعني صورة، وفي صورة واضحة للعيان أنه كلهم يقولوا الدولة يعني بين طرفين، حتى دخل الحوثي إلى صنعاء تدريجيا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الأخ محمد أشار لنقطة معينة، وهي يعني ربما في إجابة على السؤال تبعك، أنه العقل الجمعي، الوعي العام لدى اليمنيين، هل أصبح يدرك ذلك؟ أنا أتكلمت عن ثلاث نقاط تجمع بين الثورة، وهذه الثلاث النقاط أنا أخذتها من البيان الذي صدر عن الاجتماع في دار السلام في صنعاء في 1963 بعد الثورة، عندما كتبوا البيان أو صياغة البيان الذي يدعو إلى تحرير الجنوب بعد قيام الثورة في الشمال. فكان البيان من ضمن البيان الثلاثة نقاط، أن قيم الثورة الوحدة، الحرية، العدالة. الأستاذ محمد تكلم عليها في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية، فكلها ذات ركائز متساوية. وهذا يدل على أنه اليمنيين أصبحوا يدركوا إلى حد كبير، على الأقل كمجتمع إلى حد ما أقرب إلى المثقفين، يدركوا هذا، على خلاف ثورة 1962 التي قامت على كواهل النخب فقط، فكان المجتمع متأخر عليهم إلى حد ما. اليوم بفعل التواصل الاجتماعي، بفعل ثورة التكنولوجيا، خلاص أصبح كل شيء مخلد. أصبح لا يستطيع محمد ناصر أحمد وعلي عبد الله صالح أو من يدعي أنه وطني وثائر أن ينكر الحادثة التي حصلت. حتى الناشطين على التواصل الاجتماعي اليوم تغريداتهم لا تزال تخلد تاريخهم في تلك اللحظات. الشيء الثاني، والآن ربما ستخلد يعني الشهيد العليبي أيضا الذي استشهد، يعني استشهد في سبتمبر ونحن في ذكرى الثورة الآن. في فيما يخص العليبي رحمة الله عليه، أنا أعتقد أنه شرارة لثورة ثالثة، أعتقد أنه شرارة لثورة جديدة الآن ستقوم، ولكن هذه الثورة لن تنطلق حتى تتوفر البيئة التي هيئت للثورات السابقة ستهيئ لها. يعني الآن هنا يجدر الإشارة إلى أهمية أنه كان من المفترض أن يكون معنا أحد أقارب الشهيد محمد العليبي، لكن خوفا على سلامة أسرته ربما لم يستطيعوا الظهور معنا في هذا السياق. يعني يجب أن نشير لذلك للسادة المشاهدين. وهذا يعني مسألة ما كان يجري، ومسألة ما الذي قام يعني به التيار الذي حاول الرجوع باليمن إلى ما قبل ثورة 62 في الجانب الاجتماعي منه. أستاذ محمد،
كيف يعني كان هناك نوع من بث روح الطبقية في الناس خلال فترة ما بعد الثورة، كيف الآن يحاول الإماميون الجدد إن صح التعبير إعادة هذه الروح بشكل ملاحظ؟ منذ الستينات والمجتمع اليمني عايش في صراع الطبقات، جماعة الحوثي جاءت لتعيد هذا الصراع وتغرزه في وعي المجتمع بشكل كبير. الأستاذ خالد الرويشان يعني ركز على نقطة مهمة، وأنه في هذه المرحلة تم استحضار ثورة 26 من سبتمبر، يعني لو تحدثنا من 2011 من ثورة الشباب إلى اليوم بعد الانقلاب، سنجد أنه كان هناك وعي اجتماعي كبير بضرورة الثورة وبأهدافها. يعني جماعة الحوثي الآن عملت على قتل الماضي واستباحت حضارتنا وقتلت فيها الحاضر وأزالت آمال الأجيال المتطلعة للمستقبل، وبالتالي أصبحنا اليوم نعود إلى ما قبل ذلك التاريخ. يعني هي تتحدث اليوم أنها لا زالت تحافظ على النظام الجمهوري، ستقيم احتفالات، الموضوع ليس بهذه الخفة. اليوم لا يتم التعامل معه في صنعاء. ما الذي يرسل هذا من رسائل؟ ما الذي يحاولون إرساله من رسائل؟ هم الآن يشعرون بأنهم خسروا اجتماعياً، أصبحوا ملفوظين تماماً من المجتمع اليمني، يحاولوا أن يستحضروا أشياء بشكل خفيف من أجل استعطاف الجمهور، كما كان يحدث أيضا في عهد السابق، العهد الذي خرجت ثورة 11 من فبراير من أجله. يعني تحولت أهداف الثورة، تحولت روح الثورة إلى مجرد كرنفال، يعني لا يشعر اليمنيون بروحه ولا يشعر اليمنيون بعظمته، لأنه تحول إلى مجرد روتين. جماعة الحوثي هي تريد أن تحول المناسبة، أن تدغدغ مشاعر المجتمع بهذه المناسبة، كون المجتمع يتمسك بهذه الثورة وبتاريخها ويتمسك برموزها. في 2011 وجدنا الشباب بمختلف أطيافهم خرجوا رافعين رموز ثورة 26 من سبتمبر، علي عبد المغني، الزبيري، العلفي وغيرهم من الثوار الذي لا أستحضر أسماءهم جميعا. ولكن الآن جماعة الحوثي تنظر إلى نفسها أنها خسرت تماماً، هنالك سخط اجتماعي كبير لما تمارسه، اعتقالات بالجملة، لم تستطع يعني تكرار يعني ذات التجربة بشكل كامل، وإن كانت تحاول في التدريج. لا، هي قتلت الثورة. يعني لو تحدثنا يعني بالحقائق، هي قتلت الثورة. حتى كان استهداف الثورة في يوم، يعني تاريخ الانقلاب كان 21 سبتمبر، كان هنالك في غرفة العمليات بأنه يجب أن يكون في 26 سبتمبر، لكن يعني لسبب ما تقدم الأمر. طيب، فالإشارة اختيارهم يعني للتواريخ، محاولة هذه هي محاولة لاجتثاث التاريخ. طيب، قبل قليل كنت تريد الإشارة إلى شيء أستاذ عاتق. نعم، في خلال حديثك تفضل. وهو فيما عرج عليه الأستاذ محمد، وهذا مبشر بخير حقيقة، أنه بدأ اليمنيين يتكلموا في نقاط معينة، وهذا بفضل ربما يعني التواصل الاجتماعي والقنوات التي بتنا نحظى بها كمجتمع على خلاف المجتمع السابق. هل هذا الأمر الذي لم يكن موجودا؟ نعم، بالضبط بالضبط. كان الزبيري عندما يتخاطب مع الشعب اليمني لا يصل إلى كل بيت، كما نحن اليوم. يعني ممكن الأخ محمد العلبي وصل فيديو إلى ربما فاق 2 مليون يمني أو أكثر استمعوا له، وربما بكوا من حالته وتمنوا أن ينقذوه مما هو فيه في داخله. والصراحة كانت شجاعة غير منقطعة النظير. لذلك أقول لك، لماذا المجتمعات تضطر إلى الثورة؟ لأنها تصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها الأخ محمد رحمة الله عليه. رحمة الله. لكن فيما يخص الأستاذ، أنا مستغرب من الأستاذ خالد. الأستاذ خالد طرح ممتاز، وأنا اليوم قرأت مقال على صفحته في الفيسبوك، وهو ثائر لا نقاش في هذا الأمر. لكن الإشكالية في أننا نختزل خيانة الثورة في الخونة. يا أخي، يجب أن نعترف أن هناك تنظيم هاشمي يلتقف أي ثورة ثم ينصهر في النظام الجديد ليقوضها مرة أخرى، يمنعها من البناء، يمنعها من التقدم، لكي ينقض عليها مرة أخرى. اليوم الهاشمية السياسية هي من تعيق بناء الدولة
الجمهورية المدنية في اليمن. يعني ربما هناك أيضا يعني مسألة التوازنات السياسية واللعب على هذه التوازنات، هذه أيضا مسألة لها دورها فيما وصلت إليه اليمن الآن. بالضبط، لكن أقصد بعجالة إذا سمحت. أنا أقصد إنه الثورات اليمنية كلها كانت عبارة عن خليط من جميع المناطق، من تعز مثل ما تكلم الأستاذ مثلا محمد العلوفي، علي عبد المغني، ومحمد محمود الزبيري، العواضي من عدن، من كل مكان اجتمعوا. بينما الانقلابات لا تحصل بهذا الخلطة الاجتماعية المتوزعة على كامل جغرافيا الجمهورية اليمنية، وأيضا تنوع الناس الفكري والثقافي. ونحن نتحدث عن هذه الأجواء، نستحضر أيضا مخرجات الحوار الوطني، والحوار الوطني في يعني كأحد الإنجازات بالنسبة للحركة الوطنية والوطن بشكل عام خلال الفترة الماضية. أرحب الآن بمن ينضم إلينا، نائبة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ أفراح الزوبة. أرحب بك أستاذ أفراح. إذن اليمنيون يعني بعد ثورة 26 سبتمبر مروا بمراحل طويلة، ثم كانت هناك ثورة 11 فبراير، وكان هناك مؤتمر الحوار الوطني، لكن ما يعني ما الذي حدث؟ ما الذي أعاد اليمنيين وراء في التاريخ؟ أنت كنت يعني مطلعة عن قرب عن ما يجري في السياسة في كواليس صنع القرار في هذه اللحظة، ما الذي تستحضريه في هذه اللحظات في الذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر؟ أهلا وسهلا فيكم، ويعني عيد مجيد وكل عام يا رب. بلادنا نقول ما هضا من كبوتها وعلى طريق 26 سبتمبر إن شاء الله. سؤال كبير، وليس المسؤول بأعلى من السائل. يعني كلما كيمنيين أعتقد كنا مدركين من يعني من ثورة فبراير وما قبلها أن البلد كانت في وضع يعني كانت تصنف عالميا دولة فاشلة، والفشل بمعناه العام دولة فاشلة في المعنى السياسي والاقتصادي والنمو والتنمية يعني بشكل عام. فأعتقد أنه يعني اجتمع هذا الأسف الشديد، الفشل الذي ساهم فيه الكثيرون في إقامة الدولة أو في تعزيز ركائزها بناء على أهداف 26 سبتمبر، وأضيف له الفراغ السياسي، وأضيف له هشاشة القوى السياسية التي كانت موجودة في البلد، وأضيف له طبعا الخنجرة والضربة القاضية التي أتت من أعتقد أنه بتحالفه مع قوى الإمام الجديدة ينتقم من الشعب أو سيعيد سلطته إلى ما كانت عليه. فمثل ما نقول يعني كل المعطيات كانت جاهزة لتنتج هذه النتيجة للأسف الشديد. طيب الآن يعني ونحن في هذه الذكرى 56، برأيك يعني دائما ما نركز على مستوى الأسباب والضرورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دعت إلى الثورة والتي يبدو أنها تتجدد الآن، ما هي أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها في سياق هذه الذكرى، وفي سياق ما الذي يجب عمله لاستعادة الثورة من جديد؟ يعني احيانا طبعا احنا ننظر للتغيرات التاريخيه بمضاربه بمقياس اعمارنا، واعمارنا تعتبر في مقياس اعمار الشعوب اعمار قصيره. يعني احنا ننظر الى هذه التغييرات الموحشه والمحزنه انه يعني في حاله فطنه، لكن لو جينا احنا يمكن نقول بعد فتره معينه ونظرنا للذي حصل قد ربما نقول انه كان نوع من الوجع الذي كان لابد لليمنيين أن يخوضوه ويمشوا في طريقه لاستعادة وهجة ثورة 16 سبتمبر. الثورة الذي كان لها أهداف واضحة تماما وكانت وليدة إرادة شعب، لكن للأسف الشديد المصالحات السياسية التي تمت بعدها، التصفيات السياسية التي تمت بعدها، الخيانات التي تمت يعني اختزلت ثورة 16 سبتمبر في صورة جمهورية. هذا كان شيء جيد أنه تخلص من الحكم الإمامي البغيض، لكن لم تنتقل بالشعب للخطوة التالية بناء الدولة الحديثة، يعني تقديم ما وعدت به 29 سبتمبر المواطن اليمني من رفاه اقتصادي واجتماعي وما إلى ذلك. طيب في هذه اللحظات إذا
نعم، ما الذي إذن يمكن القول، يعني إذا ما وضعنا في كلمة أخيرة لك يا أستاذة أفراح، ما الذي يمكن أن تقوليه لليمنيين في هذه الذكرى؟ يعني يقول إنه أنا واثقة، يعني تمام الثقة، مثل ما أنا واثقة أن 26 سبتمبر سيظل يومي يتكرر ويتعاود علينا كل عام إلى أن تغيب يعني الشمس من على وجه الكون، يعني من على الكون وينتهي أعمار الكون بالكون، فإننا سنصل وسنعود مرة ثانية إلى زخم وقوة 26 سبتمبر، وسنتخلص تماما من كل من يحاول أن يعيدنا إلى الوراء. يعني أنا واثقة تماما أن كل ما نمر به اليوم يعني لن يدوم، وسننتصر وسيعود اليمنيين كما يريدون أقوى وأقوى وأقوى. أشكرك أستاذة أفراح زوبة نائبة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك أستاذ محمد، يعني في سياق هذا العداء بالنسبة لجميع اليمنيين، برأيك لماذا يعني لا يمكن التعايش؟ لماذا لا يحاول الإماميون أو الإماميون الجدد الآن أن يتعايشوا مع اليمنيين بشكل طبيعي وأن يدخلوا في الحياة السياسية بشكل طبيعي دون هذه النظرة الاستعلائية، دون محاولة يعني تجهيل اليمنيين، إفقارهم ووضعهم في المرض أيضا؟ هناك مثل يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. جماعة الحوثي لو لم يكن خطابها بهذا الشكل العنصري وباستغلالها الثقافة لقوة السلاح فلم تمتلك شيء. يعني هي جماعة ليست حزب سياسي، لا تستطيع أن تخوض أو تمارس السياسة، حضورها الاجتماعي ليس بذلك القدر كي يمكن أن تخوض عملية سياسية، فليس لها خيار غير أن تحمل السلاح وتواجه المجتمع. اليوم في هذه الذكرى طبعا تكمن عبقرية ثورة 26 سبتمبر بأنها فضحت كل هذه الألاعيب، ويعني هي كانت يعني لما تحدثنا أولا عن وضعها في البداية، هي عاشت تحديات حاليا، تعيش تحديات، فكرتها تعيش تحديات حاليا، وكانت تعيش تحديات منذ انطلاقها. طبعا هي ثورة أوجدت أول نظام جمهوري في شبه الجزيرة العربية، كان هناك عداء داخلي وعداء إقليمي لفكرة الثورة السبتمبرية، يعني واستطاع الضباط الأحرار أن يحققوا هذه الثورة رغم كل هذه المعوقات. هي الجمهورية أيضا المحاطة بالملكيات بالفعل، ولكن المتابع لسلسلة التاريخ اليمني وحده سيجد تماما بأن هنالك انتكاسة ومن ثم عودة من جديد، وانتكاسة ومن ثم عودة من جديد. بدأت في إذا ما تحدثنا مثلا عن الثورة على الثورة الدستورية التي تم إفشالها، هي التي خلقت تراكمات عديدة لثوار 26 سبتمبر ليقوموا بثورتهم وينجحوها، رغم كما قلنا أنه كان هناك عداء إقليمي يخاف من وصول رياح التغيير إليه، ونظر أن هناك سلطة تغيير في هرم السلطة في شبه الجزيرة العربي يضره، واستطاعت رغم العداء الإقليمي استطاعت أن تنجز استحقاقاتها. الثورة الآن تحاط أيضا بعداء داخلي، ولكن هنالك يعني روح يعني كبيرة ونضالية لدى مختلف أطياف المجتمع، تريد أن توجد تغيير راديكالي جذري في البنية السياسية، في البنية الاجتماعية، في البنية الاقتصادية، وربما طبيعة الأحوال يعني في نهاية المطاف اليمنيين سيضطرون للخروج بكل حال، وهذا يعني ما يحدث حاليا. يعني الوقت يداهمنا، وصلنا يعني إلى قرب نهاية هذه الحلقة، لدي دقيقتين في الوقت، دقيقة بكلمة أخيرة لك أستاذ عاتق، تفضل. حياكم الله. معلش ولو تمردنا عليه قليلا في النسبه للوقت، لا لانه يوم ثوري اصلا، فالاصل انه يكون المشكله اخو في الكنترول يمكن ان ينهي. طيب خير ان شاء الله. انا في الحقيقه كل التاريخ مطلوب الوقوف على المسارات التاريخيه في الثوره اليمنيه والتدافع السياسي والصراعات، هذا مطلوب العقل الجمعي، الوعي العام، هذا امر طبيعي. لكن ما أريد أسأل فيه الآن وأطرح على نفسي وعلى متابعين الكرام وعلى الجمهورية اليمنية بكافة أطيافها ويعني مناطقها، هو أنه أين نخطأ حتى استمرنا في ديمومة الصراع المستمرة التي لم تتوقف في الجمهورية اليمنية. أنا في اعتقادي ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هو أسلوب تخليدنا لتاريخنا، أسلوب تخليد التاريخ
كان أسلوب نخبوي يظل في مجالس النخب في كتب النخب، لم ننتقل أو لم تخدم الجمهورية اليمنية التي أتت بعد الثورة 2060، لم تخدم الأجيال في استيعاب أهداف الثورة. لذلك جلس أحدهم مع عبد الرحمن البيضاني وسأله سؤال: البعد الحضاري في الثورة في ثورة 62 هل كان موجود وهل تحقق أو هل سيتحقق؟ قال: أما سأجيبك على الجزء الأول، أن البعد الحضاري كان موجود في الثورة، لكن الجزء الثاني يجب أن تجيب عليه أنت. وهذه أقصد وهذه الآن إشارة. الآن أنا لا أعرف أين قبر محمد محمود الزبيري، ولم أزوره في حياتي، وغيرنا يعني كلنا، وكثير من الرموز الوطنية مجهولة، وكثير جدا أيضاً من رموز الثورة. الأصل أنه في كل محافظة هناك يعني ضريح لهذا الثائر، نأتي كل عيد في هذه المناسبة لزيارة الوقت. الثغرة اثنين: الخلط في المهمة. أحيانا نحمل الثورة ما لا تحتملها. الثورة جاءت تزيح العوائق أمام البناء، لكن مسألة البناء على المجتمع نفسه ليس على الثورة، ولذلك إذا أي إخفاق في البناء هو إخفاق من المجتمع وليس من مبادئ الثورة. هذه نقطة مهمة. اثنين: استعجال في قطف الثمار. نحن الثائر اليمني يعني حتى وهو ثائر هو في نفس الوقت رحيم ولطيف، فمجرد أنه يدعى إلى عفو عام أو إلى مبادرة سياسية، ونحن وقعنا فيها وتجلت تماما في المبادرة الخليجية والحصانها التي منحت العلي عبد الله صالح، وسمحنا له أن يعود مرة أخرى. نعم تفضل. لا أنا قصدي فأين هذه النقطة؟ يعني كيف يمكن تجاوز هذه النقطة؟ التفكير ربما بعقلية اقتصادية نوعا ما، حظ الثمار بشكل سريع. الأصل أن نترك الثورة لطريقها، تأخذ مداها ونلتقي في الثورة بجيل يبني ما بعد مرحلة الثورة. أنا سمعت الآن من الأخوة في كنترول أنه مددوا دقيقتين للأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد، كلمة أخيرة. أعتقد أن أصبح تغيير الوضع الحالي هو أصبح ضرورة، لم يعد الموضوع مجرد بذخ أو اختياري، أصبح ضرورة. المجتمع اليمني وصل اليوم إلى أسفل المعاناة. يعني إذا يعني أن يبتعد عن قيم الثورة أو يحاول أن ينظر إلى يعني خيارات سياسية أو تصالح سياسي مع جماعة لا تأمن أو لا تعترف بالفعل السياسي، هو أعتقد أنه عودة في الدخول في دائرة مفرغة من الصراعات. اليمنيين خرجوا بعد وثيقة العهد والاتفاق وتصارعوا، اليمنيين الآن يخرجوا بعد مؤتمر الحوار الوطني وتصارعوا من جديد. هنالك مشروع يريد أن يعيد نفسه ويفرض ثقافة القوى على المجتمع. هذا المشروع يا إما أن يتحول إلى حزب سياسي ويتخلى عن السلاح ويخوض وهذا مستحيل، أو أن الخيارات الأخرى تظل مفتوحة من أجل إعادة العملية السياسية. نحن تعاملنا مع جماعة الحوثي كشريك سياسي منذ 11 من فبراير، لكنه غير كل تلك الشعارات، ولا بد من التنبؤ لهذه النقطة بكل تأكيد بالفعل. في سياق أي عملية قادمة بالنسبة للملف اليمني، أليس كذلك؟ بالضبط. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد عبد المغني الصحفي، كنت معنا في الاستوديو في حلقة اليوم، كما وشكر موصول لك أستاذ عتق جار الله الباحث السياسي، كنت معنا، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.